بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة شيوات أم محمد. اليوم إن شاء الله خوتي وخواتاتي، اليوم إن شاء الله ندير معكم واحد البسبوسة رائعة وزوينة شكلا ومذاقا. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الآخر، وغادي تعجبكم الطريقة ديالي، وإن شاء الله الرحمن الرحيم غتجربوها تعجبكم. ونبداو في المقادير البنات. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي ثلاثة الحبات ديال البيض البنات، إلا كان البيض كبير ديرو غا جوج، أنا عندي صغير متوسط يعني عندي درت ثلاثة. بسم الله، غنقول لكم المقادير وطريقة التحضير. عندي كاس ديال سنيدة، كاس ديال العنبة، عندي كاس ديال العصير ديال الليمون، عندي كاس ديال الزيت المائدة، كاس ديال الحليب، جوج خمارات ديال الخميرة الحلوة إيديال 8 غرام، قشرة ليمونة حامضة، قبيصة ديال الملحة، والسميدة على حسب الخليط البنات. دابا ها هي أول كاس عندي، ها هي السميدة جبتها وبقى معبرة. بسم الله، دابا إن شاء الله ندير نسبق من السكر مع البيض ونضربو، نجيب الضراب. بسم الله بسم الله، باش نخدم من اليسرية. بسم الله، نزيد السوائل، نزيد كاس ديال العصير الليمون، كاس ديال الزيت العنبة دائما مقدار واحد، الزيت والسكر وسنيدة مقدار واحد. بسم الله، قبيصة الملحة، نبداو نخلط كل شيء مع قشرة الليمونة محكوكة هي. غنزيد الكاس الاول، نزيد الكاس الثاني، نشوف شحال غتهز معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، بحال هكا الكاس الثاني البنات، نوجد الكاس الثالث ربما، وغندير الخميره، جوج خميرات الحلوه، ما نستمتعوش حتى بشي حاجه من غير الليمون. بسم الله، جوج خميرات الحلوه 8 غرام، هكا ونزيد الكاس الثالث، ضغط حتى السميدة، مع بركاس أخر. بسم الله، لحقاش كل السميدة، وكاينة وحدة كتشرب وكاينة وحدة مكتشربش، هادي جات ماركة يعني معروفة مشرباتش. بسم الله، غنشوف. بسم الله، تنظن بارك عليها بارك عليها، نزلت معايا ثلاثة الكيسان، نزلت معايا البنات ثلاثة الكيسان، هذا ما محتاجوش. بسم الله، المول ديالي هو هذا، ودهنتو بالزبدة ورشيتو بالسميدة. بسم الله الرحمن الرحيم، غنخويو هكا، والفران على 180 درجة البنات،
ومن بعد ان شاء الله غنوجد الكريمه ديال الليمون ونوجد السيرو باش نسقيوها عاوتاني. وكنتمنى تعجبكم الطريقه ديال البنات. صافي صافي البنات، دابا نديرها في الفران طيب ونتلاقى معكم. البنات دابا البسبوسه ديالي هي كطيب وغنوجد ليها السيرو ان شاء الله. عندي هنا نص كاس ديال الليمون، عصير ديال الليمون، نص كاس ديال الماء، قشره حامضه واحد شويه، نص معلقه هكاك، وغندير ثلاثة ديال المعالق ديال سنيده، يعني السكر حبيبات. صافي وغنديها البنات على نرد فوق البوطه، غيوجد ليا ونجبد البسبوسه ديالي ما حدا سخونه ونسقيها وغنتلاقى معكم ان شاء الله. البنات البسبوسه ديالي راه طابت، دابا غادي نوجد ليها الكريمه ديالها. وغنحتاج هذه الكريمه ديالي، عندي هنايا جوج تقريبا ثلاثه الكيسان، كل ثلاثه الكيسان ديال العنبه لارو، يعني جوج كيسان ونص كاس، فايت شويه نص كاس ديال العصير ديال الليمون ها هو. وغادي مع غندير ليه، نحتاج جوج معالق حتى ثلاثه ديال النشا، هي ندير ليها ثلاثه هكا، ندير السكر حبيبات البنات، ندير ثلاثه د المعالق عامرين وهي بحال هكا. دابا نخلطها مزيان باش ما تكورش معايا داك مايزينا هكا، ونردوها فوق البطل البنات تتعقد ليا، ونتلاقاو ان شاء الله. دابا البنات هي البسبوسه ديالي، دابا غنسقيها بهذا السيرو هو واجد، ها هو صفيتو من داك القشور ديال الليمون هكا، نسقيه مزيان. لصقات لي منها بالوسط ماشي مشكل كتوقع. قليله شويه الكريمة ولكن ماشي مشكل، بركه ماشي مشكله. جيبوا البنات هذه الزريعه ديال القرعه، تنظن ما غاديش تشد هنا. تبدا شويه باش تشد الزريعه، هذه الزريعه ديال القرعه البيضاء البنات هي هذه، شوف واش غتشد ليا لحدا سخونه بحال هكا، نحطوه بحال هكا وغنحطها تبرد البنات، ونتلاقى معاكم في التقديم النهائي ان شاء الله الرحمن الرحيم. بحال هكا الزريعه صحيه زوينه ممتازه الحمد لله، دابا كلشي موجود، موجوده الزريعه من القيام ما شاء الله، كاينه الزريعه الكحله وكاينه الزريعه البيضاء هذه ديال القرعه. ونتلاقى معكم البنات وينسالي ان شاء الله. البنات هي البسبوسه ديالي واجده، ما هي الشكل ديالها النهائي، ما هي جات رائعه شكلا ومذاقا. دي الزريعه ديال القرعه الحمراء صحيه ومفيده مزيانه، هي دابا كتباع في الاسواق، هي والزريعه نور الشمس منقيين.
وهنا الكريمه البنات كتشوفوا الكريمه بيضاء. الكريمه ديال الليمون ما قدات ليش، واضطريت نزيد الكريمه ديال الحليب وكريم شونتيي وكملت بها هكا. كنتمنى اخوتي وخواتاتي تدعموني في لي بلي لايك، الله يجزيكم بخير. ومرحبا بالناس القدام ومرحبا بالناس الجداد، وكنشكر من هنا الناس اللي خوتي وخواتاتي اللي كيكتبوا لي تعاليق وتفرحوني وتنفرح، وكنلقى التعاليق ديالهم تشكروني جزاهم الله خيرا، كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. والله يجعل سيدي ربي اللي كيطلب شي حاجه يعطيها له، واللي عنده شي قناه ان شاء الله يا ربي تكبر تكبر دغيا ان شاء الله يا ربي ويفرح بها. نتعاونوا خوتي الله يجزيكم بخير، اللي ما مشاركش معايا يتشارك معايا مرحبا بيه، ويتغدى على الزر الاحمر باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله، وبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب الله يجزيكم بخير. البسبوسة رائعة وزويونة ما شاء الله، غندوز ان شاء الله غادي نقطع معكم مقطع طريق. صافي البنات انا نقطع معكم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله البنات الكريمه ما غاديش هي البنات جات رائعه. الكريمه ديال الليمون هي هذه، والاخرى ديال الحليب اللي زدتها في الاخر هي هذه. البنات كنتمنى توجدوها، جربوها ان شاء الله وتعجبكم، وكتبوا لي في التعاليق الله يجزيكم بخير.